ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. علمت ماروك أخبار يومية من مصادر مطلعة أنه تم العثور على جثة شاب معلقة داخل منزله بحي الإنبيعات المتواجد بقرية أقلموس إقليم خنيفرة. ووفق نفس المصادر فإن سكان الحي تفاجأوا في ثاني أيام عيد الأضحى بوجود جثة معلقة بأحد المنازل قبل أن يتبين أن الأمر يتعلق بحادث انتحار. وحسب المصادر ذاتها فإن الشاب كان يعاني من اضطرابات نفسية ويعيش حالة اكتئاب حاد في الآونة الأخيرة، مما يرجح أنها سبب في إقدامه على إنهاء حياته بهذا الشكل. فإنا لله وإنا إليه راجعون. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.